بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب فضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا في نهاية الحلقة الماضية مع المؤلف في تبويب صلاة الجماعة عند قوله رحمه الله باب صلاة الجماعة، ثم تحدثتم عن فضل هذه الصلاة وبيان مكانتها في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة، أي الصلاة في جماعة، وذلك لأن الإسلام يهدف إلى اجتماع كلمة المسلمين واتحاد صفوفهم، فيربيهم على ذلك، على هذا الاجتماع وعلى هذه الوحدة الإيمانية، وربيهم عليها عن طريق العبادات وفعلها جماعة. وأعظم ذلك صلاة الجماعة، أي صلاة المسلمين جماعة واحدة خلف إمام واحد للصلوات الخمس، وفيها مصالح عظيمة، منها الحصول على الأجر والثواب الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة، فقال: الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفرد ب25 أو 27 درجة. وتوعد صلى الله عليه وسلم من يتخلف عن صلاة الجماعة، وهم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، ووصفهم بالنفاق. كل ذلك يدل على أن الإسلام يهدف إلى اجتماع المسلمين واتحاد كلمتهم على الحق، فمن فوائد صلاة الجماعة تحصيل الثواب العظيم في ذلك، ومنها أيضا اجتماع القلوب وتآلف القلوب، فإنهم لو صلوا متفرقين لا نفر بعضهم من بعض، وحصل بينهم فرقة، فإذا صلوا جميعا هذا إلى جنب هذا حصل الائتلاف والتعارف بينهم، وتكرر ذلك في اليوم والليلة 5 مرات يؤكد هذه الألفة وهذه المحبة بين المسلمين. وثالثا أن صلاة الجماعة تطرد الشيطان عن المصلين، فالشيطان يتسلط على المنفرد أكثر مما يتسلط على المرء مع الجماعة، وهذا من أعظم مصالح صلاة الجماعة. ولذلك أمر الله سبحانه شرع الله سبحانه وتعالى بناء المساجد والإنفاق عليها وترتيب الأئمة والمؤذنين لها، وأمر بتهيئتها بما يعين المصلين فيها، وشرع الأذان والإقامة. كل ذلك مما يدل على أهمية صلاة الجماعة. نعم. قال رحمه الله: تلزم الرجال للصلوات الخمس. تلزم
صلاة الجماعة الرجال، يعني البالغين العقلاء من المسلمين، تلزمهم يعني تجب عليهم وجوبا عينيا على كل مسلم يستطيع الصلاة مع الجماعة فإنها تجب عليه ويأثم بتركها. للصلوات الخمس: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، فيجب على كل مسلم أن يشهد الجماعة في هذه الصلوات الخمس، ولا يشهد بعض الصلوات ويتخلف عن البعض الآخر من غير عذر، لأنها واجبة لكل صلاة مفروضة وجوبا عينيا على كل مسلم يقدر على حضورها، إلا من لهم أعذار شرعية كما يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فليست صلاة الجماعة سنة كما يقول بعضهم إنها مستحبة، فإن هذا خطأ، والصواب أنها واجبة وجوبا عينيا. ومما يدل على وجوب صلاة الجماعة الكتاب والسنة وما عليه جمهور المسلمين، بل إن المسلمين مجمعون على مشروعية صلاة الجماعة. أما الكتاب ففي قوله تعالى في صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فإذا كانت صلاة الجماعة واجبة في حالة الخوف فوجوبها في حالة الأمن من باب أولى. ومما يؤكد ذلك أن صلاة الخوف يغتفر فيها أشياء في الصلاة من الحركات وغير ذلك مما يتطلبه مراقبة العدو، فيتسامح في سقوط شرائط وواجبات ولا يتسامح في ترك صلاة الجماعة. إذا كان هذا في حالة الخوف ففي حالة الأمن يتأكد الوجوب. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ومن ذلك قصة الأعمى الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته لما يجد من المشقة بينه وبين المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وكذلك في قصة همه صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المتخلفين عليهم بالنار، قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف، ثم آمر رجالا معهم حزم من حطب، ثم آمر رجلا أن يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ووصف صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن صلاة الجماعة من غير عذر بالنفاق، قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حفوا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حاكيا اهتمام الصحابة بصلاة الجماعة، قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما
فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى. وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وقال رضي الله عنه: لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، هذا اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بصلاة الجماعة لعلمهم بوجوبها وآكديتها وأهميتها، وأنهم كانوا لا يتخلفون عنها، حتى من كان لا يقدر على المشي فإنه يعان على ذلك بأن يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. نعم. ما ذكر رضي الله عنه أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، هل يؤخذ من ذلك أن المتخلفين عن الصلوات في المساجد يقضى عليهم بذلك؟ يوصفون بالنفاق العملي إن كانوا يؤمنون بالصلاة ووجوبها ووجوب صلاة الجماعة لكن يتخلفون عنها من باب الكسل، فهذا نفاق عملي، هذا نفاق عملي وهو خصلة ذميمة. نعم. لأحد أن يقول أنت منافق لأنك تدع صلاة الجماعة؟ لا شك في ذلك. له أن يقول ذلك؟ الرسول قاله عليه الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قاله إلا إذا كان له عذر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا شرط، أي أن صلاة الجماعة واجبة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، وليست شرطا لصحة الصلاة عند جمهور أهل العلم، فلو صلاها منفردا صحت صلاته مع الإثم واستحقاقه للعقوبة، لكن صلاته صحيحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، فدل على أن صلاة الفذ صحيحة وفيها أجر لكنه قليل، بخلاف الذي يصلي في الجماعة فله 27 درجة، أي 27 صلاة في الأجر، فدل على أن صلاة الجماعة واجبة لكنها ليست بشرط لصحة الصلاة. وذهب بعض العلماء إلى أنها شرط لصحة الصلاة على من يقدر عليها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. نعم. وهذا الصحيح؟ الصحيح قول الجمهور أنها واجبة وليست شرطا لصحة الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وله فعلها في بيته. له فعلها في بيته، معناه أنه لو أقام صلاة الجماعة في بيته كفى هذا عن ذهابهم إلى المسجد، ولكن هذا القول فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل المتخلفين الذين هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، لم يسألهم هل كانوا يصلون جماعة في بيوتهم أو لا، فدل على أنه ليس لهم أن يتركوا صلاة الجماعة في المسجد ولو صلوا جماعة في بيوتهم، وهم أن يحرق بيوت المتخلفين عليهم بالنار ولم يستفصل هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أو لا، ووصفهم بالنفاق أيضا، أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء صلاة الفجر، ولم يستفصل هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة
أو لا، فدل على أن المطلوب الصلاة في المسجد، الصلاة مع الجماعة. نعم. هذا الشيخ يحدث في صور أخرى، أحيانا بعض الناس في استراحاتهم أو إذا جاء عزيمة كبيرة أو في مقرات العمل يلين بعضهم المسألة وميعها بقوله نحن جماعة، نحن أكثر من المسجد أحيانا. لا، إذا كانوا يسمعون النداء فإنه يتعين عليهم الذهاب إلى المسجد، يعني ما بقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا كان بجوارهم مسجد ويسمعون النداء وجب عليهم الذهاب وإجابة دعوة الله سبحانه وتعالى ولو كانوا جماعة. نعم. ناس مجتمعون في محل لعمل أو لعزيمة لا يعدون جماعة التي وردت بها النصوص، ما يصح فعلهم هذا وتخلفهم عن المسجد لا يجوز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. الثغر هو المكان الذي يكون على حدود بلاد المسلمين ويكون فيه مرابطون يحرسون الحدود لئلا يدخل على المسلمين شر من عدوهم. هؤلاء يستحب صلاتهم في مسجد واحد لأن ذلك أهيب وأجمع لكلمتهم، فأهل الثغر لا ينبغي أن يعددوا المساجد ويتفرقوا فيها، بل تكون صلاتهم في مسجد واحد من أجل أن يتعاونوا على الحراسة ويتعالموا بما يحدث. وأما لو تفرقوا فإنه لا تحصل هذه المصالح وأيضا يهابهم عدوهم. نعم. أحسن الله إليكم. والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. أما تعدد المساجد في غير الثغور فإنه جائز للحاجة، يجوز أن تتعدد المساجد في غير الثغور بحسب الحاجة إلى ذلك، لكن ما هو الأفضل من المساجد المتعددة؟ الأفضل له أحوال. الحال الأولى إذا كان هذا المسجد لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ولو ذهب وصلى في مسجد آخر لم يصلى في هذا المسجد وتعطل من صلاة الجماعة، فالأفضل له أن يصلي في هذا المسجد ليقيم الجماعة فيه لكل صلاة من الصلوات الخمس. هذا يتصور وقوعه؟ يتصور وقوعه كأن يكون هذا المسجد كهذا الشخص له هذا الشخص مثلا معه ناس من خدم ورجال له، فإذا ذهبوا إلى مسجد آخر خلا المسجد الذي بجوار منزلهم، يتصور هذا. أو أن الناس يذهبون معه كأن يكون عالما يجتمع الناس عليه لدرسه ولسؤاله، فإذا ذهب إلى مسجد آخر تركوا الناس هذا المسجد وذهبوا معه، يعني له شأن يتعلق به الناس ويحضرون معه في المكان الذي يكون فيه. نعم. ثم ما بالدرجة الثانية ما كان أكثر جماعة، المسجد الذي هو أكثر جماعة أفضل من غيره مما هو أقل جماعة، وذلك لما في الحديث: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله سبحانه وتعالى، فدل على أن كثرة الجماعة فيها فضيلة أكثر من الصلاة مع الجماعة القليلين. الدرجة الثالثة المسجد العتيق، يعني القديم، وبعض العلماء يفضل المسجد القديم على ما كان أكثر جماعة، لأن العتيق كثرت فيه الصلاة تكررت فيه الصلوات فهو أقدم في العبادة، فيكون له فضل على المسجد الجديد. نعم. ثم بعد ذلك إذا تساوت المساجد في هذه المزايا فإن الأبعد
أولى من المسجد الأقرب، الأبعد أولى من المسجد الأقرب لكثرة الخطوات، ولأن بني سلمة كانت بعيدة منازلهم عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهموا أن ينتقلوا إلى جوار المسجد النبوي، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لهم: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فبقوا في أماكنهم، فدل على أن المسجد البعيد أقرب، المسجد البعيد أفضل من الصلاة في المسجد القريب لكثرة الخطوات وبعد المسافة. هذا ما لم يتعطل المسجد القريب أو يحدث من الذهاب إلى البعيد يحدث مفسدة، كأن تحدث عداوة بين جماعة المسجد القريب وإمام المسجد وبين هؤلاء الذين يذهبون إلى المسجد البعيد، فإذا حصل شيء من الحزازات فصلاتهم في المسجد القريب أولى من المسجد البعيد. نعم. قال رحمه الله: ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب، ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. يحرم على أحد أن يتقدم بالإمامة في مسجد له إمام راتب، له إمام راتب يعني إمام معين من قبل ولي الأمر أو من قبل الجهة المختصة، معين للإمامة في هذا المسجد، فإنه أولى بها لأن ذلك من صلاحياته، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه ويؤم في مسجده إلا في حالتين: حالة الأولى بإذنه، إذا أذن فإن لغيره أن ينوب عنه بإذنه لأنه تنازل عن حقه. الحالة الثانية إذا كان معذورا عن الحضور، تأخر حضوره وشق على الناس انتظاره، فلمن فيه الكفاءة أن يتقدم ويصلي بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يصلح بين طائفتين من الأنصار حصل بينهما سوء تفاهم، تأخر عندهم، حضرت الصلاة، استشار بلال رضي الله عنه أبا بكر الصديق في أن يصلي في الناس، فصلى بهم أبو بكر الصديق، بدأ بهم الصلاة، ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، فتأخر الصديق وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أنه بدأ الصلاة بهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انحبس عنهم وطال الانتظار، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكذلك في غزوة تبوك تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أعذاره، فأما الناس عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة وصلى خلف عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، وقضى ما فاته من الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب. من صلى في مسجد أو في أي مكان، سواء صلى منفردا أو صلى في جماعة، ثم أقيم فرض، جاء إلى مسجد يقام فيه لصلاة الفريضة، فإنه لا يجلس بل يصلي معهم، وتكون له نافلة، يعيد صلاة الجماعة معهم، تكون الفرض هي الأولى والثانية تكون له نافلة، ولا يجلس والناس يصلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في مسجد الخيف صلاة الفجر، فلما سلم إذا هو برجلين جالسين
لم يصليا معه صلى الله عليه وسلم، فدعا بهما وسألهما لماذا لم يصليا مع المسلمين، قال إنا صلينا في رحالنا. قال صلى الله عليه وسلم لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أقيمت الصلاة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وذلك لأنه لا يجوز للإنسان يجلس والناس يصلون لئلا يساء به الظن، وأيضا لما يكون في هذا من الافتراق والاختلاف، والإسلام حريص على جمع الكلمة وعدم التفرق. هذا إذا أقيمت وهم في المسجد، أما إذا جاء وهم في أثناء الصلاة فإنه لا يستحب له أن يدخل معهم، إنما هذا إذا حضر الإقامة، إذا حضر المسجد والصلاة تقام فإنه لا يجلس بل يصلي معهم وتكون له نافلة. قال إلا المغرب، صلاة المغرب لا تعاد لأن المغرب وتر، والوتر لا يكرر لأن المغرب وتر النهار والوتر لا يكرر. ومن العلماء من يرى أنه يعيد الجماعة حتى في صلاة المغرب ويشفعها، إذا سلم الإمام من الثالثة يقوم ويأتي برابعة، ولعل هذا هو الأقرب إن شاء الله عملا بعموم الحديث. نعم. ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. لا تكره إعادة صلاة الجماعة في المساجد إذا فاتت الصلاة بعض الناس، فلهم أن يقيموها جماعة في المسجد، وتكرر الجماعة لأجل العذر والحاجة، بدليل أن رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى هو والمسلمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه، فدل على أن من فاتتهم صلاة الجماعة لعذر أو لغير عذر أنهم يصلون جماعة ثانية في المسجد. أما أن يتعمدوا لأجل أن يقيموا جماعة ثانية في المسجد ويتخلفون عن الجماعة فهذا لا يجوز، لما في ذلك من الافتراق والاختلاف، وإنما هذا في حالة ما إذا فاتتهم صلاة الجماعة لعذر أو تأخر. نعم. أحسن. ولم يقصدوا اعتزال الجماعة الأولى، ما قصدوا هذا، جاءوا يريدونها لكنها فاتتهم، هذا هو المقصود. أما أن يتعمدوا ويقولون نجلس إلى ما يسلم الإمام والروح ونصلي جماعة أخرى فهذا لا يجوز في دين الإسلام لما فيه من الافتراق والاختلاف. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان هذا آخر ما سمح به وقت اللقاء من هذه الحلقة. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من شرح وبيان، وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. تقبلوا في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.